مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم ليالي الكويت. أمسي عليكم وعلى زميلي عبد الله. مساء الخير لولو، أمسي بالخير عليك السادة المشاهدين. حلقة يوم الأربعاء اللي دائما تكون حلقة يعني فيها ضيوف من الفنانين اللي راح يشاركونا اليوم، واليوم اخترنا بأن يكون في مجموعة من الفنانين الشباب. قاعد نشوف بالساحة الفنية الشباب يعني انطلقوا بأعمال جدا جميلة، قاعدين يعني يشاركون مع رواد في اعمال فنيه. فاليوم راح نتكلم عن الشباب، نشوف الاسماء الجديده اللي قاعده تطلع في الساحه شلون قاعده تبدع مع اكيد زملائها. يستاهلون التشجيع اكيد، ويستاهلون ان نستضيفهم هنا في ليالي الكويت. راح يكون حوار جميل، لكن قلنا قبل شوي في مفاجاه حق الجمهور اليوم. عبد الله، ما ادري اذا انت دريت ولا لا، ان انضمت لعائله ليالي الكويت مذيعه جديده اسمها ليالي. ليالي، احنا اعرف ليلى بارون معنا في ليالي الكويت. فيها ليلى بارون، وجه لها تحيه. لا بس في زميله جديده لنا اسمها ليالي. لكن يا عبد الله، الحلو في مذيعتنا ليالي انها مذيعه مختلفه مميزه جدا. ايش رايك نرحب فيها ونتعرف عليها اكثر مع زميلنا عبد الله السعدون؟ يلا عبد الله ورنا ليالي، خلينا نشوفها. مساكم الله بالخير مشاهدينا، اليوم تقرير ليالي الكويت بيكون استثنائي بوجود زميلتي ليالي. مساك الله بالخير ليالي. مساء النور عبد الله، وسعيدة اليوم بأن أقدم معاكم هذا البرنامج الجماهيري الرائع، وأكون ضمن أسرة فريق ليالي الكويت. اليوم موضوعنا على العالم الافتراضي والتطور الكبير الحاصل في التكنولوجيا الحديثة في مجالات مختلفة، وخصوصا في المجال الإعلامي. هل الذكاء الاصطناعي منافس قوي من ناحية الإعلام برأيك؟ اي نعم عبد الله، الذكاء الاصطناعي صار لابد من وجوده في المؤسسات الإعلامية، ومواكبة العالم في هذا المجال، وتحديدا في تحليل البيانات وتفاعل الجمهور في المحتوى خلال وقت قياسي، وكل هذا طبعا ما يحتاج الا إشراف بشري بسيط. عادل كلامك. الذكاء الاصطناعي والتطور شيء حلو ومهم وضروري في وقتنا الحالي، بس لا تنسين يبقى البشر عنصر أساسي في الموضوع. لحظة كات، أنا مو قادر أستوعب، يعني ليالي تاخذ دوري ودور المذيعين؟ إي، وش فيها أكون بينكم وأقدم برنامج مثل ليالي الكويت؟ زين بسألك ليالي، شنو شعورك والناس قاعد يتابعونك من خلال برنامج ليالي الكويت؟ ما عندك غلط صح؟ عموما بعد هذا التطور اللي صار، تحقون بعد 5 سنين بتشوفوني بمكاني، ولا هي راح تاخذ مكاننا بليالي الكويت؟ ايش رايك عبد الله، بعد 5 سنين بتشوفها مكاني؟ والله عبد الله بغيت بحها عشان لا تاخذ مكان احد. لا والله ستايل وحركات يعني. والله زينه ما فيها شيء. لا حلوه بعد ايه. وستايل ولبس. تعطينها اوامر تقولها، ممكن تسوي لقاءات، ما ادري يعني. ترى انا اختلف مع اليوم المذيعين والاعلاميين اللي يقولون دائما العنصر البشري هو اللي موجود، ومثل هالذكاء الاصطناعي ما يقدر ياخذ يمكن اماكن ناس معينه. احنا قاعد نشوفهم لولو موجودين يعني في علاج حالات من الامراض الجراحيه، المستشفيات قاعد يستخدمونهم كمنظار وغيره. فأتوقع أن ممكن تكون في مذيعة أو مذيع بعد يقدمون مثل هذه البرامج، ليش إيه؟ لا ليالي تصير. ليالي شكلها بتصك علينا، لكن عندي سؤال، هل تقدر ترتجل؟ أوامر دخليها على طول على الهواء وتصير يعني ما شو اختفت مع عبد الله، راحت سألها سؤال وحقت. تعمد انه يخرب السيستم عندها كله عشان لا تاخذ ولا مكان مذيع من ليالي الكويت. اتوقع يعني شوف مثل هذا الشيء اثر على الجمهور يتفاعل معاه، جودتها بالقراءه راح تكون اكيد فعاليه، لها فعاليه كبيره بجودتها في القراءه، لانه يتم تلقينهم هذا بالذكاء الاصطناعي، تكون مثل الروبوت يتم تلقينها، بس ما في جودة. يمكن التكلفة أقل من المذيع العادي أكيد، لكن ما راح يكون في جودة في الأداء مثل المذيع أو العنصر البشري اللي يقنع الجمهور ويجذبه مثلنا إحنا أنا وياك أنت اليوم. يعني في تفاعل يعني هو بس أنا أحس أني لا أحس أن هم ممكن يتفاعلون يعطون، وتدرين وين المجال اللي ممكن هم يكونون فيه أشطر؟ أعتقد مع يعني التمثيل، مجال التمثيل ممكن الأدوار تنكتب لهم بطريقة معينة من الكاتب، سيناريو والحوار، ويشوف ممثل من الذكاء الاصطناعي. شوف عبد الله، هو مهما بلغ الإنسان من العلم بالنهاية لا غنى عن العقل البشري، لأن حتى برمجة هذا الروبوت اللي بالمستقبل ممكن يحل مكان البشر يتم تلقينه من خلال العقل البشري، فلا غنى عن البشر. أنا هذا رأيي. خلاص هاي تشوف، نشوف بعد شوي رأي الفنانين الشباب إذا ممكن نستقبل الذكاء الاصطناعي
في المسلسلات الفنية والمسرحيات. يمكن خلينا نشوف معاكم بعد شوي هذا اللقاء الفني راح يكون مع شبابنا اليوم. أذكركم بالتفاعل في إكس ليالي الكويت اللي هو الهاشتاج، تابعونا خلال هذه الحلقة.